المنافسة حاليا بين الزمالك والإسماعيلي والمصري، ومباراة الزمالك والإسماعيلي هي مباراة قمة المراكز المتاحة، خلينا نسميها كده، هي مباراة القمة في إطار المنافسة على المراكز المتاحة. المركز الأول ما بقاش متاح خلاص، الأهلي خده طار من زمان بعيد جدا. فلو افترضنا إن الأهلي خلاص عزلناه طلع بره وبقى في دوري تاني مصغر، فدي قمة الدوري المصغر ده بين الزمالك والإسماعيلي. طبعا الزمالك كان عنه كتير جدا، الأهلي طبعا كنا كان عنه كتير جدا قبل ما يفارقنا وياخد الدوري. تعالى نتكلم من شويه على الاسماعيلي عشان نبقى مدين الناس برضو حقها. اول حاجه عايزين نتكلم فيها على الاسماعيلي، طبعا مش هقدر اتكلم على الاسماعيلي كله لان الاسماعيلي مش كله اللي بيلعب النهارده. الاسماعيلي النهارده في مع بيدرو المدرب الجديد اللي كان مساعد مانويل جوزيه قبل كده، في شكل مختلف شويه للاسماعيلي. هنحاول نشاور على ابرز ملامح الشكل الجديد. طبعا انا عشان كده بس عشان تبقى مركز معايا، انا مش بتكلم على الاسماعيلي طول الموسم، انا بتكلم على الاسماعيلي مع بيدرو في الفترة الأخيرة. البداية مع المرتدات السريعة جدا 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 اللي أوجدها بيدرو في الإسماعيلي، تعال نشوفها مع بعض سريعا. شوف ما بين ما بتتقطع الكورة، ما بين ما بتتقطع الكورة نفس الفكرة كنت بقولها لك قبل كده، هتطلع قدام في قد إيه؟ ريتشارد بافور، إبراهيم حسن، زيادة عددية، شكر نجيب بيضيع بس في وقت قصير جدا، مفيش بقى تحضير كتير، مفيش وقوف على الكرة كتير قوي قوي قوي، لا اللعب دايما مباشر مباشر جدا قدام. كل دي باصات اماميه. كالدرون اللي هيفتقده الاسماعيلي، وهو من هو فقد كبير للاسماعيلي دياجو كالدرون، عشان تتحول نفس الهجمه اللي بتنتهي من ورا لمحمد صادق اللي بيشوط على الجول. كل ده في وقت قصير جدا. اقطع الكرة، اقطع الكرة من مباراه الانتاج الحربي اعتقد، اقطع الكرة. كالدرون كم واحد دخل ال 18 يا جماعه؟ ثلاثة. الحقيقة شكر نجيب، الحقيقة ان في بدايات بيدرو كان خسر مباراة والناس كلها قالت اصل وفصل وبتاع، انا كنت حاسس ان هو عامل جيم كويس وكنت منتظر اشوف، لكن انتظرت وشفت في لمسة واحدة ابراهيم حسن. لاحظ ما بيننا بتتقطع، خد بالك ان دي ان كانت ميزة في الاسماعيلي الارتداد السريع جدا من الدفاع للهجوم، هو عيب في الزمالك الارتداد البطيء جدا من الهجوم للدفاع. الزمالك برضه عنده ارتداد جيد من الدفاع للهجوم، بس عنده ارتداد بطيء جدا من الهجوم للدفاع. قطعت الكوره، شكري نجيب مقاتل شرس جدا لكن عنده مشكله في الفينش، هنشوفه كمان شويه. بص في كام لمسه الاسماعيلي بقى فين، لتنتهي الكوره بضربه جزاء. دي كانت مباراه امبي، دي مباراه بتروجيت برضه، اتقطعت الكرة في قد ايه؟ اللعب مباشر جدا لقدام، اللعب مباشر جدا لقدام، والفريق اللي عنده ارتداد بطيء من الهجوم للدفاع زي الزمالك ممكن يعاني جدا مع الاسماعيلي. اذا بنتكلم عن فريق سريع جدا في الارتداد من الدفاع للهجوم امام فريق ابطا كتير في الارتداد من الهجوم للدفاع. ايه تاني يعني اظهره او ادخله بيدرو في معادلة أداء الإسماعيلي الهجومي؟ الكرات الثابتة اللي بقت تقريبا مصدر خطورة دائم. تعالى نتفرج مع بعض كده مثلا على كرات ثابتة الإسماعيلي، كالدرون جول كان كريم بامبو، كرات ثابتة كالدرون أو ده ريتشارد بافور أعتقد، ده ريتشارد بافور، كرات ثابتة. بص كل مرة خطيرة، كل مرة خطيرة أيا كانت الطريقة اللي بتتلعب بيها. كورنر، كرات ثابتة، الفريق دايما اللي عنده كرات ثابتة قوية قادر انه يفاجئك في اي وقت، لان الكرات الثابتة مش مرتبطة بقى، انت واخد منه نص الملعب، هو واخد منك نص الملعب، انت مستلف منه، مش موضوعنا. مين واخد ايه من مين في الملعب دي قصة، الكرات الثابتة ده وضع تاني خالص. الفريق اللي عنده كرات ثابتة خطرة مهما كنت، ودي نفس الفكرة اللي انا بقولها دايما على الزمالك. الزمالك بينزل الملعب مثلا اول ربع ساعة باص 2 3 رعاة، ايه ده الموضوع سهل، ويلا اما نريح شوية بقى هيخسر. المرة دي ده ملوش علاقة بالماتش، الكرات الثابتة ملوش علاقة بالماتش. مالهاش علاقه بوضعيتك ايه في الماتش، هل انت راكب الماتش ولا مش راكب الماتش. الغائب الاكبر الباترون دييجو كالدرون مهاجم الاسماعيلي، الكره دي يا جماعه جامده قوي يا جماعه، ماتش بتروجيت جامده قوي يا جماعه، من وضع ثبات الارض وحشه جدا، الارض وحشه جدا. دييجو كالدرون الغائب الكبير جدا، قد يكون افضل مهاجم في الدوري المصري، او يمكن لا هو اعتقد كمان اعلى من وليد ازارو يمكن. كالدرون وهو اللي كريم بامبو، وكالدرون
في نقطة هنا أفرجكوا عليها، فاكرة لما قلت لك إن في لحظة يا بتكون أنت شاهد عليها عشان تحكيها يا بتكون جزء منها؟ فاكر؟ أظن أنت فاكر صح؟ تاني مهمة أوي دي، مهمة أوي دي، والله العظيم مهمة أوي كده. ركز على كريم بامبو وسيبك من كالديرون. ركز على كريم بامبو ده، سيبك من كالديرون. كريم بامبو واقف متأهب، جات له ما جاتش، ساب الماتش كله وتدور بص، ساب الماتش كله كله، هو ما يعرفش اللي بيحصل. فدي كريم بامبو شايفه كويس ولا اطلع بره كمان؟ اطلع بره الكادر خالص لو عايز. شايف كريم بامبو؟ هو مش عارف اللي بيحصل. هو الكوره بتتلعب في عالم يدور وكريم بامبو في عالم اخر. هي ثانيه دي بالذات بالفرود يعني، يا تكون جزء منها يا يعني تقعد تتفرج عليها، انت هتحكيها. هو حتى مش هيعرف يحكيها لانه ما كانش باصص اصلا، كان باصص الناحيه الثانيه. لسه بعدين ايه ده؟ ده جول الحمد لله، راح يحتفل بقى كريم بامبو. وده فرق برضه بيبان. كالديرون من وضع ثبات 79 كيلو متر في الساعه، الغائب الاكبر، الغائب الاكبر عن الاسماعيلي فعلا، وبيغيب في مباراه من اهم مباريات الاسماعيلي السنه دي. محمد صادق كالديرون برضه تنطبق عليها ان ثانيه كانت الكوره جول. مباراه الانتاج الحربي دييجو كالديرون المره دي بيصنع مش بس بيسجل. شكر نجيب، بس شكر نجيب كان عنده راي تاني. دي مشكله شكر نجيب. لعيب مقاتل جدا، قوي، سريع، مزعج جدا للدفاع، بس في اللمسه الاخيره خلينا مكملين مع دييجو كالديرون الباترون. طب نروح نجيب من كولومبيا. اللمسه دي حلوه قوي برضه من دييجو كالديرون، بس فعلا نروح نجيب من كولومبيا. بدل ما الدنيا كلها مزنوقه في اي فرود افريقي اسمر كان موجود في الدوري هاتوا. اي فرود افريقي اسمر كان موجود في الدوري، جاب في الجون كمان يبقى اجمل، هاتوا بقى هاتوا مرتين. طب ما نفتح دايما، انا عندي وجهه نظر ان اللي بيفتح، اللي بيخرج نفسه بره الدايره الضيقه هو اللي بيكسب. احنا بندور كلنا في نفس، قاعدين كلنا باصين في نفس الدايره كده. انا هاخد منك دي، انت هتاخد منك دي، انت هتاخد منك دي. في واحد بقى بيقوم قايل ايه؟ خدوا الدايره دي العبوا بيها زي ما انتم عايزين، انا هبص في مكان تاني. كولومبيا، كولومبيا. شكري نجيب بيعمل كل حاجه في الملعب وبيسجل على فكره، مش بيسجلش بس عنده كم اهدار فرص. طبعا بعد الكلمتين دول هيجيب ثلاث اجوان في الزمن. انا عارف اللي فيه، انا مجرب الموضوع ده. بس تعالى نشوف شكري نجيب. عموما هو اللي معاه الكوره، شقاوي حتى مش عرضيه. مباراة الانتاج الحربي شكري نجيب قوي، سريع، طبعا سريع، طبعا طبعا. بعدين لمسة أخيرة غريبة شوية كالديرون، وهتروح لشكري نجيب من إبراهيم حسن. ها وعدل عمل كل حاجة تقريبا ما عدا الفينش. كالديرون شكري نجيب اللي شفناه من شوية، وحشة قوي، وحشة قوي، وسهلة قوي، وسهلة قوي. أنا عارف إمبي شكري نجيب بتروجيت. شكري بص، بص الخطوة، بص الخطوة، بص الخطوة، وسبق وحط رجل في ظهره، عمل كل حاجة، عمل كل حاجة بتاعت فرويد جامد. ثم جات له، ما اعتبرش ده فينش وحش، فينش معقول. في ناس بتزحلق او حاجات غريبه، حاجات تظهر، حاجات تختفي. شكري نجيب وحشه، غالبا شكري نجيب هو اللي هيلعب مكان كالديرون، وغالبا شكري نجيب فرود مزعج جدا 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 للدفاع. بس شكري نجيب على المرمى، انا عارف والله، انا عارف هيجي يوم الاثنين تلاقي اندريا شكري نجيبينكو. المهم قلبين دفاع الاسماعيلي محمود متولي وريتشارد بافور، كلاهما على المستوى الفردي جيد. محمود متولي بالذات لعيب مهم قوي، لعيب جيد قوي. ريتشارد بافور لعيب قوي جيد، لكن في السنس الافريقي شويه، عنده غلطات كتير. لكن سيبك منهم هم كافراد، هم كمجموعه عندهم مشكله في المساحه بينهم، عندهم مشكله دائمه في المساحه بين ريتشارد بافور ومحمود متولي. ما بينهم دي هنشوفها كتير مع بعض. ما بينهم الفرصه كانت هتكون جول، ما بينهم الانفراد كان ممكن يبقى جول لولا
حارس الدوري الاول، حارس مصر الاول الحقيقه محمد عواد. نفس الفكره، الاختراقات الطوليه ما بينهم، خد بالك اللي هنا اللي راجع، لو خدت بالك من هنا حاجه مهمه جدا، ده ريتشارد بافور متقدم فور نو ريزون انا مش عارف ليه، ده محمود متولي واللي قافل ده بوش، فالاثنين دول مش قلبين الدفاع، ده السنتر باك ناحيه اليمين وده الفول باك ناحيه اليمين، وده السنتر باك الثاني ما اعرفش ليه مطلعه هنا، يعني هو لا ماسك حد، تصدق غريبه جدا مش عارف الموضوع، يعني هو هنا مش ماسك حد صح؟ طب هل هو طالع يكشف اوفسايد عشان الناس تبقى وراه اوفسايد؟ لا برضه، يعني هو الاوفسايد متغطي بخمسه متر ومفيش حد هنا يمسكه، لا انا هتجنن واعرف هو كان طالع يعمل ايه، مش عارف كان طالع يعمل ايه بصراحه. anyway بيطلع عواد ينقذ الموقف، مباراة الداخلية مساحة بينهم، المساحة بينهم مباراة ام بي، المساحة بينهم المباراة دي هو اللي مغطي اوف سايد عرفة السيد، لكن باهر المحمدي بيعمل تغطية عكسية ممتازة، واعتقد ان باهر هو اللي هيلعب باك رايت في مباراة الزمالك والاسماعيلي. ابو بكر ديارة مساحة بينهم، كم مرة قلت المساحة بينهم؟ أتمنى ما تكونش زهقت، لأن أنا شخصيا زهقت. عارفة السيد، وبتحسب ضربة جزاء على محمود متولي، كان سايق الحظ جدا في الماتش ده، أنا فاكر الماتش ده. مسافة بينهم، مش هقول لك مسافة بينهم، ما أنت يعني أنت قولها بالنيابة عني. خلصت. كان طبعا الباك الشمال الأساسي للإسماعيلي بهاء مجدي، ثم بهاء مجدي تعرض لإصابة غاب على اثرها عن الاسماعيلي، لعب مكانه محمد صادق، محمد صادق لعيب هايل. لعيب هايل فعلا يعني. بس محمد صادق اصلا وينج، محمد صادق اصلا هجومي مش دفاعي، فلما لعب دفاعي كان بيبقى كويس واسماعيلي معاه الكوره، بس كان بيبقى فيه مشكله كبيره جدا في الناحيه الدفاعيه، واتكلمنا عنها لو تفتكروا في مباراه الاهلي والاسماعيلي اللي خلصها وليد سليمان في اخر دقائق المباراه، في اخر ثواني المباراه. كان عن ان اللعيب لعيب كوره، محمد صادق لعيب كوره، بس قدام الدنيا وراه مش زي ابدا قدامه، الدنيا وراه بيتلعب فيها كتير. فاعتقد ان بهاء مجدي اللي راجع، لكن بهاء مجدي برضه راجع بعد الاصابه، ما هواش 60 70% من بهاء مجدي قبل الاصابه، وهنشوف مع بعض بهاء مجدي اللي بيعيش فتره من بعد عوده الاصابه، ده بهاء مجدي اللي اتسرق في المساحه دي، بيعيش فتره صعبه جدا. عندنا مش يعني الاسماعيلي عنده مشكله عند بهاء مجدي، وعنده مشكله بين قلبين الدفاع، وعنده مشكله اكبر بغياب كالديرون. بهاء هيرتكب هنا حاجه بتاعت لعيب مش جاهز خالص خالص، تسبب في ضرب جزاء، لعيب متكعبل في الكوره ومش عارف يتصرف، والكوره مش بتاعت حد اصلا، يعني بتاخد بالك الكوره مش بتاعت حد اصلا، الكوره متلعبكه والفرو مش عارف يسيطر عليها والباك مش عارف يسيطر عليها، والدنيا يعني صعبه جدا. اداله هديه السماء، نزل على رجله ضرب جزاء لانه مش جاهز. بهاء مجدي، ده بهاء مجدي، دي ذروه اللاجاهزيه، ذروه اللاجاهزيه، تعدي من تحت رجله، مباراة طنطا بتيجي في العارضة. مش عايزين نقول ان بهاء لعيب، لا بهاء لعيب جيد جدا، بس بعد الإصابة قد يكون مش عارف، مش عايز يعني مش عايز طبق الأمور مثلا تم التبكير بالدفع بيه مش عارف، لكن بهاء مجدي إن لعب فهو مش جاهز، ويمكن يكون قد تم استكمال جاهزيته في فترة التوقف الدولي، وإن لعب محمد صادق، محمد صادق لعيب خطير جدا، بس برضه عنده مشكلة دفاعية.